نظام البحث الذكي. عند استخدام نظام البحث الذكي قد تجد بعض التشويش الغير مرغوب به على شكل صوت مسموع. يمكن أن يكون مصدر هذا التشويش بسبب ذبذبة كهرومغناطيسية أو تغيير متكرر في وضع الأرض. لمعرفة مصدر التشويش، ارفع الطبق عن الأرض. إذا استمر التشويش فهذا يعني أن سببه ذبذبة كهرومغناطيسية، وستحتاج إلى عمل إلغاء الضوضاء. لإجراء إلغاء الضوضاء، ارفع الطبق مسافة 10 سنتيمتر فوق الأرض بشكل موازي. اضغط على مفتاح إلغاء الضوضاء، سيومض رمز إلغاء الضوضاء وسيصدر الجهاز سلسلة من الأصوات القصيرة أثناء عملية إلغاء الضوضاء. بعد 5 ثواني سيصدر الجهاز نغمة تأكيد. لكن إذا توقف التشويش فهذا يعني أن سبب الضوضاء هو الأرض، وستحتاج إلى إجراء عملية موازنة أرضية سريعة. اضغط مع الاستمرار على زر مفتاح الموازنة الأرضية، ثم ارفع واخفض الطبق بين 1 و10 سنتيمتر فوق سطح الأرض لتعريض الطبق لكامل الظروف الأرضية. عند انخفاض الضوضاء قم بأرجحة الطبق من جانب إلى آخر، هذا سوف يساعد على التقاط كل ما تبقى من باقي الإشارات الأرضية لتحقيق توازن أرضي شامل. بمجرد أن تكون ضوضاء الأرض في مستوى مقبول أو لن تنخفض أكثر، اترك مفتاح الموازنة الأرضية.